بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج مقامات وأضرحة. وإحنا الآن بفضل الله سبحانه وتعالى في مدينة السلط من محافظة البلقاء في المملكة الأردنية الهاشمية، وراح نزور بإذن الله عز وجل مقام لأحد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام جميعا. هذا النبي الكريم، إخوانه كلهم أنبياء، ووالد نبي وجد نبي عليهم الصلاة والسلام جميعا. إحنا الآن راح نزور مقام نبي الله سيدنا جادور عليه الصلاة والسلام. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام. من هو نبي الله سيدنا جادور عليه الصلاة والسلام؟ وما قصة هذا النبي الكريم؟ وكيف وصل هذا النبي الكريم إلى هذه المنطقة اللي تسمى الآن مدينة السلط من محافظة البلقاء في بلدنا الحبيب الغالي الأردن؟ تساؤلات راح أجاوب عنها بإذن الله تعالى ضيف الحلقة فضيلة الشيخ سامي الغنايم. أهلا وسهلا فضيلتكم برنامج مقامات وأضرحة. أهلا وسهلا بك عطوفة المستشار أبا خالد والفريق العامل معك في قناة A1 TV. نشكر هذه القناة على جهودها المتواصلة لإطلاع الناس ومعرفتهم بمقامات الأنبياء والصحابة المنتشرة في جميع أنحاء المملكة. الله يكرمكم فضيلة الشيخ سامي غنايم. هاي ترى ثاني مرة يمكن نتشرف باستضافتك سيدي. نعم، يعني بيطلع لنا حلقة ثالثة إن شاء الله. لنا الشرف يا سيدي. الله يكرمك، شرف والله لنا أن نكون بمعية أهل العلم سيدي حقيقة. يعني أنتم من وزارة الأوقاف وشؤون المقدسات الإسلامية سيدي كريم، وكذلك دائرة قاضي القضاء، دائرة مفتي عام المملكة، فهذول الدوائر وهذول يعني المواقع احنا حقيقة بنحترمها وبنجلكم وبنحب نكون معيتكم، خاصة سيدي في مكان عزيز على قلوبنا بالقرب من مقام هذا النبي الكريم سيدنا جادور عليه الصلاة والسلام. النبي ابن النبي ابن النبي، يعني شجرة عيلة ما شاء الله كلها أنبياء عليهم الصلاة والسلام. وكذلك احنا إن الشرف نكون في مدينة السلط، يعني حتى عندكم مقولة سيدي أهل السلط بيقول لك أبيش أحلى من السلط، وفعلا صادقين فيها. يعني أنا بحكي للشباب الآن بدنا نفرجي المشاهد من خارج الوطن الحبيب الغالي، فرجي جمال السلط، فمحتارين نروح على وادي شعيب ولا نروح على طريق الستين ولا نروح على منزول العارضة ولا نروح، يعني ما شاء الله تبارك الله سيدي، يعني بلدنا الأردن الحبيب الغالي صدقا من إربد للعقبة مرورا بمعان الطفيل الكرك، سبحان الله كل محافظة إلها رونقها الخاص إلها طبيعتها. ودائما بركز على انه طبيعه المحافظه وجمالها ترى بيزداد بجمالة ويعني وشهامه وكرم ونخوه اهلها، فاهل السلط ما شاء الله عنهم معروفين سيدي بالكرم والنخوه فضيلتكم. فاحنا السعداء نكون معيتك في هذا الموقع. احنا سعداء اكثر. الله يحميك سيدي. بدايه هذه الحلقه قبل ما نحكي عن نبي الله جادور عليه الصلاه والسلام، خلينا نحكي سيدي بدايه عن والده، عن يعقوب عليه الصلاه والسلام. اول شيء، هل هو يعقوب هو اسرائيل عليه السلام أو يعقوب نبي وإسرائيل نبي آخر؟ وكذلك مين زوجات يعني نبي الله يعقوب عليه الصلاة والسلام؟ تحكي لنا أبناء أو بعض أبناء هذا النبي الكريم، وكذلك إذا إله بنات أدامكم الله يا سيدي عليهم الصلاة والسلام. فإذا سمحت وضح لنا هذا الجانب يا سيدي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، نبي الله يعقوب عليه السلام هو يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم السلام. عليهم السلام. وهو المسمى بإسرائيل كما ورد ذلك في كتاب الله عز وجل، وذلك لانتساب بنو إسرائيل إليه. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. نعم، أصابه المرض، نذر الله عز وجل لأن عافاه الله عز وجل من هذا المرض أن يحرم أحب الطعام إليه، وكان أحب الطعام إليه لحوم الإبل وألبانها، فحرم ذلك عليه، كان حلال
قبل نزول التوراة، ثم حرم عليهم بعد ذلك أطعمة أخرى كانت حلال لهم مثل الشحوم وغيرها، وذلك بسبب ظلمهم وعدوانهم وصدهم، فقد حاجهم الله عز وجل بكتابهم، فقال لنبي محمد عليه الصلاة والسلام: قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. نبي الله يعقوب عليه السلام أقام في فلسطين في أرض الكنعانيين في منطقة تسمى بئر السبع، أقام هناك وترحل مع أهله بعد ذلك إلى العراق ومصر والأردن وغيرها من المناطق. فكان يتنقل، كان من بئر السبع وطبيعتهم بدو يتنقلون، يترحلون. نعم يترحلون. فيعقوب عليه السلام أقام في، كان من الأصل في أرض فلسطين في منطقة بئر السابع، وأولاده المعروفون 12 من زوجته، تزوج ابنة خاله. وكيف تزوج؟ كان خافت عليه والدته والتي تسمى رفقة، خافت عليه من أخيه حينما هدده بالقتل، فأمرته أن يهاجر ويسافر إلى خاله في أرض العراق، فسافر إلى خاله وأقام عنده وتزوج إحدى ابنتيه زليفة. وبعد أن توفى سيدنا يعقوب عليه السلام تزوج زليفة من العراق، من العراق، من العراق. نعم. زوجته الأولى، زوجته الأولى. تمام. وبعد وفاتها أنجبت له أغلب الأولاد، وبعد وفاتها تزوج أختها والتي تدعى راحيل، أنجبت له يوسف عليه السلام وبنيامين. فكان عدد أبنائه 12 ولدا، وكان له ابنة واحدة تسمى دينا. ومن أولاده روبين وشمعون وعساكر ويوسف عليه السلام وبنيامين، وجميعهم أنبياء، ويوسف عليه السلام كان رسول. وتزوج زوجته الثانية شقيقة زوجته الأولى بعد أن توفيت، وكان في شريعتهم جائز أن يتزوج الرجل من أخت زوجته بعد وفاتها. سيدي هو تزوجها بعد وفاتها، وكان في شريعتهم جائز أن يتزوجها إثناء حياتها، ولكنه تزوجها بعد وفاة زوجته. يعني وضح هاي النقطة للمشاهد، أنه أصلا هو يعقوب عليه الصلاة والسلام تزوج راحيل بعد وفاة زوجته، بعد وفاة زوجته الأولى. وحتى لو تزوجها عليه الصلاة والسلام كان جائز حتى بشريعتهم في تلك الوقت كان جائز. كان جائز. الله يجزيكم خير. نعم. وصى يعقوب بنيه أن يتمسكوا بالحنفية السمحة. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إله واحدة ونحن له مسلمون. الله يجزيكم الخير فضيلتكم. يعني سيدي هيك بس لمحة سريعة، حكينا عن والد سيدنا جادور عليه الصلاة والسلام، عليهم السلام طبعا جميعا. سيدي سيدي هل هذا النبي الكريم سيدنا جادور عليه الصلاة والسلام كان نبي؟ وكذلك هل في دليل سيدي إذا سمحت على هذا الكلام؟ سيدي نعم، سؤال مهم جدا. هل جاد وأخوته كانوا أنبياء؟ نعم كانوا أنبياء. وبداية في تفسير ابن كثير ذكر أنهم لم يكونوا أنبياء في تفسيره، وقال لأنه استدل يقول أنهم يعني النبي يكون معصوم من الحسد والحقد حينما اجتمعوا جميعا على قتل أخيهم يوسف، وأجمعوا رأيهم أن يلقوه في البئر في هذه المنطقة، ولكن كان ذلك قبل النبوة كما يقول المفسر محمد ابن عاشور رحمه الله في كتابه التحرير والتنوير أنهم كانوا أنبياء، واستدل على ذلك بآية واحدة وردت في كتاب الله عز وجل: قل آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط. والأسباط هم أبناء يعقوب عليه السلام، حيث يسمى كل واحد بسبط، كما يقال يعني العرب قبائل والعجم شعوب وبنو إسرائيل أسباط. يعني سيدي أدامكم الله، هم لما فعلوا فعلتهم وألقوا أخوهم سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام في الجب أو في البئر، سيدي وقتها ما كانوا أنبياء،
حسب التفسير الأول قبل النبوة. التفسير نعم. الثاني سيدي بعد النبوة. الآن سيدي فعلا النبي ما عنده لا غل ولا حقد ولا حسد، فهذا حتى نزيل الالتباس عند المشاهد. طب فضيلتكم سيدنا جادور عليه الصلاة والسلام، ممكن تحكي لنا سيدي نسب هذا النبي الكريم، أين ولد، مين هم قومه سيدي، وكذلك إذا سمحت هل له أسماء غير اسم جادور عليه الصلاة والسلام؟ جادور عليه السلام هو يعني ولد في أرض العراق بداية الأمر، وكان كما يعني معروف كانوا من منطقة الأصل، هم من منطقة بئر السبع، فكانوا بدوا يتنقلون مع أهليهم، فكان تنقل إلى ولد في أرض العراق وخرج إلى أرض مصر ومن ثم جاء إلى الأردن، كانوا يتنقلون، فله اسم آخر جادور أو النبي الله جاد. نعم، جاء إلى هذه المدينة، إلى مدينة السلط، هو وأخ له يدعى أشير أو حزير، أقام في هذه المنطقة في مدينة السلط في هذا التل، تل الجادور الذي سمي باسمه، حيث كان هنا عين ماء يشرب منها تسمى سميت باسمه عين ماء الجادور، بجوار مدرسة السلط الثانوية للبنين. فأقام في هذه المنطقة التي سميت باسمه، ويبعد يعني قريبا منه أخيه حزير، له مقام في منطقة وادي السلط، يعني مطلع مقام شعيب عليه السلام. وكان يعني إنجاز لنا أخي عطوفة المستشار أن نطلق على مدينة السلط إنجاز التعبير عاصمة الأنبياء، فسمي عاصمة والله الأنبياء. والله شيدي أحكي لك بالصدق، يعني نعدهم مع بعض شيدي ما شاء الله تبارك الله، ضريح يوشع بن نون عليه الصلاة والسلام، خربة أيوب عليه السلام مقام سيدنا أيوب، ضريح شعيب عليه السلام وادي شعيب، كهف أو حتى مقام سيدنا حزير عليه الصلاة والسلام، وإحنا اليوم عند جادور عليه السلام. وكذلك نضيف سيدي عندك ميسر مسروق العبسي في العارضة، عندك أبو عبيدة عامل الجراح الأغوار، وأعتقد ضرار بن الأزور كمان برضو بالسلط، ضرار بن الأزور في منطقة الأغوار بدير علة، بدير علة يعني بس أغوار الوسطى اللي هي تابعة تابعة لمدينة محافظة البلقاء. نعم، هاي يعني مدينة حضارية لها حضارة وتاريخ، تاريخ عريق، فهذه المدينة حيث يعني تحاكي التراث والتاريخ والأصالة، حيث شيد هذا المقام ب يعني الحجر القديم الذي يتحاكى مع هذه المدينة وروعتها. لكم منافس بالحكي هذا سيدي. نعم. الكرك. نعم. الكرك سيدي موقع مؤتة والسلط، جعفر وزيد وعبد الله كما سائر المدن الأردنية وحقيقة شوف. نعم. هي بصراحة يعني مثلا الكرك عندك مقام نوح عليه الصلاة والسلام. نعم. عندك زيد بن علي زين العابدين موقع غزوة مؤتة، عندك بئر. نعم. مدين. صحيح. عندك كذا، فهي الكرك منافس قوي. نعم. للسلط في هذا الموضوع. صحيح. نعم. بس حقيقة كمان طلع مثلا إن الشرف أنه نتنافس في أي مقامات، بس برضو كذلك يعني في سبحان الله كل محافظة لها يعني. نعم. إمعان جبل التحكيم. نعم. بتحكي العقبة أيضا الإسلامية، وعندك الحميمة الإسلامية. نعم. صحيح. تمام سيدي، وعندك مسجد العثمان بن عفان. إن شاء الله تكون معلوماتي دقيقة سيدي. نعم. تطلع مثلا على الطفيلة عندك الحارث عمير الأزدي، عندك نبي شيس يعني. نعم. حقيقة الأردن بالفعل صعب تحصيهم. صحيح. يعني في حلقة أو في حلقات. نعم. لأنه صحيح. بصدق سيدي الأردن ما شاء الله ربنا بارك فيها، بس جهودكم مشكورة صحيح. الحمد لله. وإحنا متابعين يعني جهود عظيمة تقدمها، وخصك بالذكر يعني والفريق العامل معك. الحمد لله. ليطلع الناس ومعرفتهم حقيقة يعني جهد في ميزان حسنات. يعني فضيلتكم بصدق يعني هذا الجهد والعمل نسأل الله أن يتقبله في ميزان حسنات مجلس إدارة قناة الإيوان تي في، وزارة الأوقاف حقيقة ما قصرت. يعني أنت الآن مين يخبرك سيدي؟ اللجنة الملكية للإعمار، كل هاي شيء، وزارة السياحة، لأنه في مواقع كثير متشابكة. لما رحنا مثلا على طبقة فحل عندك سياحة، عندك الشرطة السياحية، عندك وزارة الأوقاف، اللجنة الملكية، 5-6 جهات يعني كلها تقوم على خدمة الزائر، كلها على تقوم بتوجيهات جلالة سيدنا الملك عبد الله الثاني حفظه الله. سيدنا أول امبارح كان بالكرك، موجود بالكرك واهتم بمقامات زائر. يعني هاي رسالات. نعم. هاي رسالات توجيهات، ترى سيدنا الله يحفظه بيوصل للناس، لأنه بصدق سيدي يعني شو ما عملنا احنا لعبد الله بن رواحة لن نعطيه حقه، هو اللي دافع عنا قبل ما ربنا يعني يخلقنا في هذا البلد، فإحنا ربنا شرفنا بأننا مسلمين عرب أردنيين، وهكذا تعلمنا في مدارسنا.
سبحان الله. فضيلتكم إذا سمحت نرجع لقصة سيدنا جادور عليه الصلاة والسلام، هل اشترك نبي الله جاد أو جادور مع إخوانه في إلقاء يوسف عليه السلام في الجب؟ وشوف كيف القرآن ما أعظم، يقول لك غيابات الجب، دلالة على أنه يعني البئر عميق وبئر عظيم كان. فهل اشترك معهم سيدي أم لم يشترك؟ وكذلك كيف قضى حياته، أمضى حياته بعيد عن شقيقه يوسف عليه الصلاة والسلام جميعا؟ نعم، بداية حينما اجتمع أخوة يوسف وكانوا حقيقة يحسدون يوسف عليه السلام وشقيقه بنيامين، كانوا يحسدونه على محبة ويعني والدهم له، كان يميزه بمحبة. فاجتمع أمرهم، سبحان الله، يعني طبيعة النفس أنه عندها هذا الشيء من نفس بشرية، نفس بشرية، وهذا الحقيقة قبل ما قبل يكون النبوة. أنبياء، قبل النبوة، قبل ما يكون أنبياء. فاجتمع رأيهم جميعا أن يقتلوا يوسف، ولكن هناك خلاف من هو الذي قال لا تقتلوا ونلقيه في غيابة الجب، يلتقطه بعض السيارة، فيقال إنه نبي الله جادور هو الذي أمر، ولكن حقيقة هو أخوهم الكبير وهو روبين الذي قال لا تقتلوه. واشترك جاد أو جادور مع إخوته في إلقاء نبي الله يوسف في هذا الجب، وعاش حياته بعيدا عنه. بعد ذلك تعلم أنه نبي من أنبياء الله، والنبي له يعني دعوة، لابد أن ينطلق في الدعوة، يدعو الناس إلى عبادة الله. وكما ورد ذلك يعني في سورة الشعراء عن أنبياء الله، كيف كل نبي يأتي قومه يأمرهم بتوحيد الله سبحانه وتعالى. الله يجزيكم خير سيدي. طب فضيلتكم الآن سيدي نبي الله جادور عليه الصلاة والسلام، مكتوب في كتب التاريخ، نوضحها بس للمشاهد، أنه يعقوب عليه الصلاة والسلام سكن في منطقة فلسطين، ومعروف أنه المد والرحل بتنقلوا بحثا عن الماء وعن الكلاء وعن كذا، فهم كانوا عايشين بفلسطين وغادروا إلى مصر، وعاشوا في مصر لما يعني التقوا بشقيقهم يوسف عليه الصلاة والسلام جميعا. الآن سيدي كيف وصل هذا النبي الكريم لهذه المنطقة مدينة السلط سيدي؟ نعم، وصل إلى هذه المنطقة كما ذكرت، كان بدو قبائل مع أهله يتنقلون في المناطق، تنقلوا من فلسطين إلى العراق وجاءوا إلى الأردن، وحيث كان هنا يعني عيون الماء، فلبثوا في هذه المنطقة. ومعلوم أن مقامه موجود ها هنا، أنه أقام في هذه المنطقة يعني فترة من الزمن قبل أن يعتلي يوسف عليه السلام عرش مصر، ويرسل إلى أبيه وأهله أن يلحقوا به جميعا، يعيشوا معه في أرض مصر. فاستجاب يعقوب عليه السلام وذهب بأهله جميعا أبنائه إلى أرض مصر ليعيش فيها. الله يجزيك خير سيدي. بس نعيد نقطة مهمة لأخواننا المشاهدين الكرام، أنبياء الله أبناء سيدنا يعقوب النبي عليه الصلاة والسلام جميعا، هل هم أنبياء؟ وهل في دليل بالقرآن الكريم؟ إذا في مجال ترد تعيده مرة ثانية سيدي. وكذلك أنه هذولا قبل يعني ما يكونوا أنبياء تآمروا على سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام، لكن بعد ما فعلها فعله كلفهم الله بالنبوة، بس ممكن تعطينا الدليل الشرعي أنهم أنبياء إذا نعم سمحت يا سيدي؟ أخوان يوسف نعم جميعهم أنبياء، ويوسف عليه السلام كان رسول. الفرق بين النبي والرسول، النبي يعني ليس مأمور بتبليغ رسالة، الرسول مأمور أن يبلغ الرسالة. تمام. فجميعهم كانوا أنبياء، والدليل على ذلك قوله تعالى قل آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط هم أبناء يعقوب عليه السلام، وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم. نحن نؤمن بجميع الأنبياء والمرسلين، وليس كبني إسرائيل يؤمنون ببعض الرسل ويكفرون ببعض. نحن نؤمن بالأنبياء الذين أخبر عنهم أنهم صدق أنبياء، صدق ونؤمن بذلك. الله يجزيكم خير فضيلتكم سيدي. أدامكم الله، إحنا الآن عند مقام هذا النبي الكريم سيدنا جادور عليه الصلاة والسلام. أنا شايف سيدي أنه في بناء قديم في بناء أحدث، ممكن تحكي للمشاهد سيدي
حقيقة يعني عن لمحة تاريخية، يعني كيف كان هذا المقام، كيف تعمر، من هي الجهة المسؤولة عن متابعته، عن صيانته، عن ترميمه، وكذلك هذا المسجد اللي إحنا الآن سيدي نقف يعني أو نجلس عفوا ما بين المسجد وما بين المقام، سيدي تعطينا لمحة تاريخية عن هذا إذا سمحت فضيلتكم. نعم، المقام تم بناؤه عام 1957 للميلاد. المقام. نعم المقام، ومن ثم تم بناء بعد سنتين أو سنة 1958 بناء هذا المسجد أمام المقام وفي وسط مقبرة إسلامية يطلق عليها مقبرة الجادور. وتم إنشاء هذا المقام طبعا باهتمام ورعاية اللجنة الملكية التي تهتم ببناء المقامات بإشراف يعني وتوجيهات سيدنا الملك عبد الله الثاني بن الحسين حفظه الله. وهذه اللجنة أيضا أمراء يعملون بها يشرفون عليها وينفذون يعني توجيهات سمو الأمير غازي، سمو الأمير غازي وسمو الأمير هاشم حفظهم الله. فهذه المقامات يعني هذا المقام كغيره من المقامات تم يعني أخذ حظه من الاهتمام والإنشاء والرعاية من هذه اللجنة. الحمد لله سيدي، الله يجزيهم ألف خير سيدي. حقيقة دائما سيدنا يعني حتى جلالة الملك حسين المغفور له اللي أوعز وأعطته جهة المكان. نحن محسودين على جلال سيدنا لاهتمامه. نعم الحمد لله سيدي. وكذلك جلالة الملك عبد الله الثاني سيدي كمل هذه المسيرة، ويعني احنا بنحكي سبحان الله كل مدة سيدنا بزور أحد هذه المواقع. نعم. يعني رسالة كما توجيه ذكرت رسالة واهتمام. نعم توجيه واهتمام لنهتم بهذه المقامات. طب سيدي الكريم في نهاية هذه الحلقة بدي أسأل سؤال دائما بركز عليه، بحب أوضح للمشاهد كيف أنا بزور مقام لنبي كريم، مقام لصحابي، ضريح لصحابي، ضريح لنبي، حتى ما آخذ ذنوب، ما آخذ أخطاء، ما أقع بأخطاء. أنا بصدق لأول مرة بزور مقام سيدنا جادور عليه الصلاة والسلام ولا شعور، والله بدون شعور قربت بدي أقبل المقام. طبعا هذا الحكي لا يجوز شرعا، فبالتالي أحيانا الزائر على المواقع لا شعوريا بدون قصد يقع بأخطاء. إحنا بدنا ننبه الناس ما يقعوا بهذه الأخطاء حتى ما يصل إلى مرحلة الشرك والعياذ بالله سبحانه وتعالى. فما هي الأخطاء اللي نبعد عنها حتى ما نقع بالشرك سيدي؟ هناك أداب للزيارة، أن يعني حينما تأتي إلى مقام أو ضريح لزيارته تبتعد عن تلتزم بأداب الزيارة، الابتعاد عن التمسح بالقبر أو السجود له أو أن تعتقد أنه هو الضار والنافع. لا، نحن نزور المقامات لقصد الدعاء عندها، لأن الرجل الصالح سواء كان حي أو ميت تتنزل الرحمات عنده. فنحن نأتي نصلي في المسجد، نستقبل القبلة ومن ثم ندعو الله عز وجل. فحينما نزور نبتعد عن التمسح لأن ذلك قد يؤدي إلى الشرك والعياذ بالله. وقصة يعني سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه حينما كانوا بطريقهم من الحديبية إلى مكة أرادوا أن ينزلوا تحت يعني شجرة الرضوان التي بايعوا النبي عليه الصلاة والسلام تحتها، فأمر رضي الله عنه بقطع هذه الشجرة حسما لمادة الخلاف، إذ لو نزل الناس تمسحوا تحتها لعبدت من دون الله. فنحن نزور المقام نبتعد عن تقبيل الحجر، التمسح، أن ندعو صاحب القبر، نحن ندعو الله عز وجل أو أن نسجد لهذا القبر، نحرص عن أن نبتعد عن هذه الأمور الشركية. يعني لما بوصل سيدي عند المقام أو عند الضريح أسأل الله سبحانه وتعالى، أدعو الله سبحانه وتعالى، أدعو للناس جميعا، أدعو للمسلمين، أدعو للصحابي أنه ربنا يرفع قدره ويتقبله في الفردوس الأعلى. كذلك ما أطوف حول القبر، ما أسجد للقبر، وإذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. لكن حقيقة من واجب يعني الواجب علينا أن نزور هذا المقام. يعني هذا المقام شرفنا جادور عليه الصلاة والسلام. لما بنروح عند أبو عبيدة يعني أنا وأنت بفضل الله سبحانه وتعالى فضيلة الشيخ يعني الله أكرمنا بهذه الحياة بهذه بنعمة الإسلام وبسبب والدينا، لكن إحنا بفضل الله عز وجل بسبب أبو عبيدة، بسبب خالد مريد، بسبب كذا نحن مسلمين. فإن حقيقة يعني واجب في رقابنا أن نزورهم وندعو لهم أنهم هم يزارونا قبل ما إحنا نزورهم سيدي أدامكم الله. فهاي الأخطاء اللي بحب دائما أنوه فيها المشاهد حتى نبتعد عنها حتى ما نقع إلى درجة الشرك بالله. نعم. والعياذ بالله يا سيدي. يعني نحن نأتي إلى القبر ندعو عند القبر، نقرأ القرآن لصاحب القبر، نعم، لأنه حسب رأي الجمهور يصل إليه. نعم،
ونبتعد عن هذه الأمور التي ذكرتها لأنها يعني مخالفة لآداب الزيارة، تؤدي إلى الشرك والعياذ بالله. أدامكم. وأخيرا يعني أشير إلى أن من ضمن اهتمامات اللجنة الملكية بهذه المقامات والصحابة، مقامات الأنبياء والصحابة، أنه يوجد إمام في هذا المسجد يقوم على الإشراف والتوجيه والشرح للناس عن المقام في حال الزيارات. وأيضا هذا المقام حظي باهتمام بلدية السلط الكبرى، حيث قامت بإنشاء الخارج جدار له من الخارج كما شاء. نعم. الله يجزيهم الخير وربي يكرمك ويحفظكم. حقيقة كل الشكر والمحبة والتقدير لكم فضيلة الشيخ سامي الغنايم ولكافة زملائك من أوقاف محافظة البلقاء ومن وزارة الأوقاف وشؤون القديسات الإسلامية واللجنة الملكية، حقيقة على جهدكم الطيب الكريم وعلى تشريفهم لنا في هذه الحلقة الثانية، وإن كمان حلقة في المستقبل سيدي إن شاء الله. إن شاء الله. الله يكرمكم يا سيدي. والجهد موصول لكم ولجميع العاملين معك في هذه القناة. مرة أخرى نشكر قناة A1 TV على هذا الجهد المبارك المميز. حياكم الله بالخير. مشاهدينا الكرام، من موقع مقام نبي الله سيدنا جادور عليه الصلاة والسلام من مدينة السلط في محافظة البلقاء في بلدنا الحبيب الغالي الأردن، نستودعكم الله سبحانه وتعالى على أمل اللقاء بكم إن شاء الله في حلقة جديدة من برنامج مقامات وأضرحة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.